نعم بالسابق ولا تزال إلى الآن متشددة، يمكن خفت شوي نوعا ما. يجب على الحكومة التدخل لمساعدة القطاع الخاص وهذه الشركات، إذا أرادت أن تفوز في هذه المشاريع يجب أن يكون لها جهة تمويلية، خصوصا أن كل المشاريع تحتاج إلى ما يسمى بالبنك جارنتي. نعم. فالكفالة البنكية هي كفالة بنكية، يعني تستخرج من البنك. البنوك لديها سيولة كافية وكثيرة إلى درجة لا تستطيع أن تستوعبها بالوقت الحالي. صحيح. بس رغم هذا متشددة جدا في موضوع إقراض الشركات ومتحفظة، يعني والله متشددة، أنا أقول أكثر من ما هي متحفظة. بعض البنوك يعني عندما تأخرت بسبب الأزمة المالية بعض الشركات بتسديد الفوائد في مواعيدها، أرسلت لهم بأن يجب أن تدفعوا كامل المبلغ بكل القرض وإلا سأصادر وأعمل وأعمل. ليس كل البنوك، نعم بعضها. نعم يعني وهذا طبعا هذا غير صحيح. نعم، أن أنت عارف الأزمة المالية العالمية يجب أنك تتعاون. بالسابق كانت الشركات لما نأخذ مشروع يجون البنوك يتسابقون علينا من الذي يعني يطلب أنه هو الذي يمولك. نعم. فالآن أصبح العكس. أصبح العكس. نعم. أنا أعتقد أن هذه للبنوك التي يعني متشددة جدا رغم وجود السيولة الكثيرة عندها، أن راح يكون عليهم الموضوع عكسي على السنون القادمة. نعم. لأن حاليا نعم حققت أرباح، إنما بالسنين القادمة لما الشركات تتعدل أوضاعها ما أعتقد أن راح تعيد التعامل مع البنك الذي لم يقف معها وقت الشدة. نعم. نعم. بينما هو وقف معها وقت الرخاء والكل كان يحابي. البنوك يعني الحقيقة يعني يجب على الحكومة أن تدفع بهذا الاتجاه، وإلا لن تستطيع، لأن المناقصة الواحدة تحتاج بالقليل إلى 3 كفالات بنكية. نعم. إذا لم يكن لديك هذه الكفالات البنكية لا تستطيع أن تدخل بهذا. يعني إذن هناك يجب حل هذه المشكلة. نعم. إذن هناك حل آخر بطراز عام 2009 وهو قانون الاستقرار المالي. أنت مثل يعني مثل ما أنت عارف أبو بسام، القانون الاستقرار المالي هناك 4 أجزاء. الجزء اللي يعنينا اليوم في حلقتنا وهو دعم وتمويل الشركات المنتجة أو المشاريع المنتجة كما سماها هذا القانون. هل هذا الشق اليوم تستطيع الشركات استغلاله، أم لماذا لم تذهب الشركات حتى الآن لدخول تحت مظلة قانون الاستقرار لهذه المشاريع المنتجة؟ أنا أعتقد أن قانون الاستقرار هو يعني يخدم البنوك بالدرجة الأولى والأخيرة. نعم. ولا يخدم الشركات، سواء شركات الاستثمار أو شركات المقاولات أو الشركات الخاصة. نعم. فبالتالي يعني من الصعوبة بمكان أن يأتي شخص طواعي أو يضع رقبته تحت الجلاد. نعم. فهنا يجب تعديل حقيقة قانون الاستقرار المالي، وإذا لم يعدل وتبقى الشركات هكذا والبنوك متشددة بإعطاء التسهيلات سيحصل مثل ما حصل في مستشفى الشيخ جابر رحمه الله، الذي لم تستطع الشركات المحلية أو تعسرت البنوك لم تعطي تسهيلات إلى الشركات الوطنية. نعم. فجت شركة من الخارج أتت بتسهيلات من الخارج وأخذت المشروع، وبالتالي عوائد هذا المشروع وأرباحه سوف تذهب إلى الخارج. صحيح. فالإنسان يخشى ما يخشى أن يكون المشاريع التنموية أن تذهب مثل ما ذهبت أرباح مستشفى الشيخ جابر. نعم. يعني في تساؤل وأنت تتكلم بادرني، وهو موضوع البنوك أيضا في قانون الاستقرار المالي، التناقض الموجود. الشق الأول حفظ المحفظة الاستثمارية لدى البنوك، وأيضا لا تنسى أو لا أذكر نفسي
في قضية قانون في عام 2009 قبل لا ينحل المجلس السابق. صدر قانون بحماية البنوك من عملية يعني مساعدتها والإفلاس وكذا من هذه الأمور. فبالتالي طبعا هذا القطاع الحيوي مؤمن تماما، فما هو الداعي بأن تكون البنوك متشددة مثل ما ذكرت ومتحفظة من عمليات التمويل؟ والله لا أعلم، إنما يعني القانون الذي ذكرته حضرتك إن حماية البنوك، نعم، أنا أعتقد أنه كان يعني قرار من وجهة نظري الشخصية ليس صائب 100%، نعم، لأسباب كثيرة. إن القطاعات في سوق الكويت الأوراق المالية متعددة وكثيرة، وقطاع البنوك هو أحد القطاعات. نعم صحيح. لماذا تحمي هذا القطاع وتترك الآخرين تحت رحمة الأزمة؟ نعم. يعني لنا أمثال، البنك الخليج حصل في أزمة وحصل في بعض التجاوزات وساعدت الدولة، واعتقد ان شرته يعني اعتبر او اعتبر ان يعني زادت راس المال، وهي اشترت كل زياده راس المال وكانما دخلت في هذا. لماذا لم تعمل مع القطاعات الاخرى؟ نعم، مع شركات الاستثمار كمثل. الشركات لم نقول احنا لا نقول ان الشركات التي عليها علامات استفهام، على الاقل الشركات اللي كانت يعني لديها أصول جيدة، أصول وتراوح، إنما نتيجة انخفاض أصولها دخلت في هذه المشكلة وفي هذه الأزمة. نعم، ورقيا يمكن انخفضت أصولها يعني حتى. بس نعم، فإنما البنوك، نعم، مع الأسف، نعم، الشديد يعني أصبحت لا تقبل حتى الضمانات. مثلا ضمانة، نعم، الحق. أنت لما تأخذ مشروع في ضمانة حق تعطيهم لهذا المشروع، نعم، إذا كان المشروع حكومي المفروض بالسابق كانوا يقبلونه، نعم، أصبحوا ما يقبلونه. صحيح. الأراضي الحكومية، الأراضي الحكومية يعني أراضي هي لك حق أنت تبيعها وتشتريها، وهذا ما يقبلونه كضمانة. فبالتالي صرت أنت أمام أزمة كبيرة، يجب على الحكومة أن تتدخل من الآن. نعم، ممثلة طبعا في البنك المركزي. نعم. يعني أبو بسام، عندنا اتصال مع الدكتور حمد المطر، أستاذ بجامعة الكويت. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله مثل، الله يسلمك. الله يخليك، وشاكرين لك لي طبعا مشاركتك معنا في دينار واستثمار اليوم. يمكن إذا كنت متابعنا نتكلم عن قضية، نعم، هامة وهي المشاريع البنى التحتية. دكتور، يعني لو تلاحظ قضية هامة الآن يمكن الكل يراقبها وهي قضية القروض. والكل، بعض النواب وغالبية يمكن تطالب بمزيد من الرفاهية للشعب، لكن بنفس الروح هل هؤلاء النواب تناسوا قضية المشاريع، مشاريع البنى التحتية التي أيضا تعود بالشعب إلى الرفاهية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين وسعيد حقي اني صار تلفزيونكم اخي. يعني قاعد اسمع اللي تفضلتوا فيه. الكويت تعيش في ازمه حقيقيه. نعم. هي مو ازمه اقتصاديه حقيقه. نعم. ولا ازمه، هي ازمه قرار. نعم. عندما كلمه القرار هذه تسقط من اجنده وقواميس الحكومه، كل شيء ينهار. نعم. انا ما اقدر استوعب حقيقه ان الحكومه تملك كل الأراضي بنسبة تتجاوز 95%، ولا الآن تأجر مباني. نعم. الأزمة الاقتصادية الأخيرة الحكومة كانت متفرجة. نعم، الحكومة أو المجتمع الدولي انهار اقتصاديا، وهذا احنا مو ما لنا دخل فيه، لكن في دول قدرت أن تتجاوز الأزمة بقرارات معينة وشجاعة. نعم. الكويت مو قادرة تأخذ قرار تفرز الشركات. من هي الشركة المليئة واللي ما عندها مشاكل، ومن هي الشركة الورقية؟ لو تسأل المضارب اللي حاط 10,000 دينار بالسوق مستعد يعطيك جدول يقول لك هذا الجداول بناء على بيانات مالية. فأخي أنا وجهة نظري إن هالملفات هذه كلها عندنا عقول، نعم، وعندنا آليات وعندنا حلول واضحة بالنسبة لنا. نعم. لكن عندما يفتقد القرار وتتخلى الحكومة عن مسؤولياتها تنهار كل مؤسسات الدولة أخي الحبيب. نعم، لكن بالتالي أعطيك مثال، بنية تحتية الحين مثال حي. نعم، لكن دكتور أنا كسياسي لما أشوف بالجريدة يقولون والله بنسوي 11 كيلومتر مربع، نعم، جسر معلق 11 كيلومتر،
إلى الجحراء.